كثير ناس وصوني على هذا الخبز، كثير هو روعة وكثير بسيط وطعمه لا يقاوم. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. دقيق 300 جرام، 2 كوب دقيق، سكر معلقة كبيرة أو 30 جرام، ملح نص معلقة صغيرة 5 جرام، خميرة جافة 5 جرام، يعني معلقة صغيرة من الخميرة الجافة. نحرك المكونات مع بعض وبنوضع حليب 1 كوب وبيضة 1، وبنعجن المكونات مع بعض لمدة 10 دقائق حتى تنسجم تماما وتكون فيها مرونة. شايفين كيف؟ مثل هيك لازم تكون فيها مرونة. وبنوضع زبدة تقريبا يعني 30 جرام، يعني معلقة كبيرة أو معلقة ونص كبيرة، ما في مشكلة. بنعجن لمدة 5 دقائق وبنخلي العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة، يعني حتى حجمها يتضاعف، حجمها حسب حرارة المنزل، وهيك تضاعف حجمها. وبنفردها وبنلفها وبنقطعها إلى 9 قطع. الوصفة كتير بسيطة وكتير سهلة. بنكور الـ9 قطع ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا 15 دقيقة، ربع ساعة تقريبا. بنجيب أي وعاء عندنا له حواف، مدور، مربع، وعاء كيكة. إذا غير موجود أنا استخدمت كرتون، أي كرتون بنلفه بورق ألمنيوم وبنعمله وعاء له حواف. إذا غير متوفر قالب كيك أو قالب مربع، المهم يكون له حواف مثل هيك. بنوضعهم، بنفردهم وبنكورهم، بنوضعهم بالوعاء مثل ما انتم شايفين. كورناهم وضعناهم في الوعاء وبنغطيهم تقريبا لمدة ساعة، بنتركهم يرتاحوا براحتهم. بعدين ندهنهم بالحليب ونشغل الفرن من فوق من تحت 200 درجة مئوية، ونوضعهم في الفرن. وهيك أصبحوا جاهزين تقريبا، أخذوا 10 دقائق. لازم أنتوا تركبوهم حسب نوع الفرن، لازم تركبوها تقريبا تقعد 10 دقائق. دهنا الزبدة وهيك أصبحت جاهزة، كتير هي روعة وكتير بسيطة. انتظرونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.